طبعا من غير ما اقول لكم بقى ازيكم وعاملين ايه وكده، هوت انتوا هتسمعوا الكلام دوت. في تسجيل، في تسجيل انا مسجلاه وهنسمعه مع بعض. انا من نوع من الناس ما بحبش اسمع نفسي، بس انا قررت النهارده اسمع نفسي، فانا هشغله دلوقتي واسمعه معاكم، وبعد كده نرجع تاني. 1 2 3 كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا كلكم بخير ويكون رمضان سعيد علينا وعليكم يا رب. انا بقالي فترة مش بنزل حاجة على اليوتيوب لان كان عندي اكتئاب من الوضع اللي موجود، يعني ان احنا قاعدين والواحد مش حاسس برمضان قوي. تاني حاجة كان عندي مشاكل تقنية، والحمد لله الجهاز بتاعي اتصلح وانا دلوقتي بصور لكم فيديو. انا هعمل ايه في رمضان؟ انا هعمل 4 حلقات، 4 حلقات هيكونوا ميكس كده ما بين التاريخ والاكل. هتكلم عن 4 اكلات، هتبقى الحلقة عبارة عن حاجتين، اول حاجة طريقة الاكلة، وتاني حاجة قصة الاكلة ديت او تاريخ الاكلة. بس كده مش هنطول في المقدمة، ويلا بقى نبدأ في اول اكلة معانا. انا النهارده هبدأ اول اكلة هتبقى السوشي. السوشي من الانواع الاكل الجميله جدا، كلنا بقينا بنحبها، اغلبنا بنحبها، وفي ناس لسه ما جربتهاش. النهارده هنعملها مع بعض، وهعرفكم بطرق بسيطه جدا انكم تعملوها في البيت لو انتوا لسه مبتدئين فيها وكده. هقولكم اول حاجه تاريخ الاكل ديت بدأ ازاي، ويلا بقى تعملوا معايا. في الاول السوشي كان بالشكل ده، وبعد كده هو بدأوا ان هم يعملوه بالشكل ده. اول حاجه هنعرفها ان السوشي نشأ في جنوب شرق آسيا. ايه اصلا فكرة السوشي، او هي بدأت ازاي؟ قالك في عام 700 قبل الميلاد بدأ اليابانيين ان هم يخمروا السمك، تمام، بالايه؟ بالسيكي. السيكي ده عبارة عن حاجة كحوليات يعني، وبدأوا ان هم يلفوا السمك دوت بالارز عشان يحتفظوا بيه لمدة شهور كبيرة جدا، عشان بعد كده هو يرجعوا ياكلوه تاني. حد هيقولي طب الرز اللي هما بيحفظوا بيه السمك ده بياكلوه؟ اقول لكم لا، ما بيتاكلش تاني. هما بس الرز ده وسيله ان هما بيحفظوا فيه السمك. بعد كده في سنه 1400 بداوا اليابانيين ياكلوا الرز المخمر دوت مع السمك. وبيقول لك ان في عام 1600 للميلاد بداوا ان هما يستخدموا خل الرز بدل عن السيكا. بعد كده هو بداوا في 1950 بدا شخص اسمه هايا زوشي اخترع السوشي السريع، وبدأ ان هو يستخدم الرز والسمك من غير ما ان هو يخمره، يعني بياكلوه كده على طول زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وكان السوشي ليه الأكلة الشعبية في الوقت ده. وفي عام 1957 حصلت حريقة كبيرة جدا، الحريقة دي أدت ان بعد كده هو في 1810 اجى شخص كده هو اخوه ايدو ماي سو شي اخترع حاجة نيجيري سوشي. ايه هو بقى دوت؟ ده عبارة ان هما بيكوروا الرز، تمام، بيعملوا زي كورة كده بالرز، تمام، وبيحطوا عليها السمك، ودوت كان من الوجبات السريعة في الوقت ده. بعد كده هوت في عام 1827 بدأوا ان هما يستخدموا سمك اسمه الساشيمي كإضافة فوق الرز زي ما انتوا شفتوا في الصورة دي. واحلى حاجه ان هم في 1900 بداوا ان هم يستخدموا الصناديق اللي فيها تلج عشان يحافظوا على سمك الساشيمي عشان يكون فريش كده اهوت لما يعملوه. وسنه 1923 دي كانت سنه وحشه زي ما بيقولوا. ليه؟ لان حصل فيها زلزال كبير جدا، بدا اشهر اضطهاد ان هم يسيبوا طوكيو، وبداوا ان هم يروحوا امريكا والبلدان اللي حواليهم، فبدأ يكون في اختلاف ثقافات ما بين الثقافة الأمريكية واليابانية. بعد كده في عام 1970 بدأوا ان هم يخترعوا السوشي اللي هو اللفائف زي ما انتم شايفين دوت اللي انا هعمله النهارده. وفي 1971 بدأ السوشي يبقى من الأكلات المشهورة جدا، بقت موجودة في جميع أنحاء العالم. طيب قبل ما نبدأ نعرف ازاي نعمل السوشي، في كام معلومه عايزه اقولها لكم. ان السوشي في الاول كان عامل زي المقبلات او الاكلات اللي انا باكلها عشان اتسلى بيها، زي الفشار كده هو، فكان بيتقدم للناس اللي هم داخلين السينما يتفرجوا على فيلم. تاني حاجه معنى كلمه السوشي، معناها الطعام الني الغير مطبوخ. بعد كده اكتشفوا ان الاعتقاد دوت خاطئ، وان السوشي معناها كلمه كبيره جدا اللي هو المذاق الجميل للارز والسمك المخلوطان بالخل. ما علينا يعني. تالت معلومة ان
في ناس كتير جدا من الطباخين المشهورين ما كانوش بيحبوا ياكلوا السوشي بالاعواد الصينيه، لا كانوا بيحبوا ياكلوه كده بايديهم. يعني المعلومه الثالثه عباره عن الناس اللي بتعلم السوشي في اليابان بيقعدوا سنتين كاملين عشان يقدروا ان هم يتقنوا ان هم يعملوا السوشي بالطريقه ديت. اما في الدول الاوروبيه فبيقعدوا شهور بس. اما انا يعني شاطره جدا، يعني اتعلمته من ثالث او رابع مره. يعني اخر معلومه ان في يوم عالمي لاكل السوشي وهو يوم 18 يوليو، ده كل الناس بتتجمع وتاكل سوشي. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المعلومات البسيطه ديت. اي حاجه اخدت منها المعلومات ديت هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. يلا بقى نروح نعمل السوشي. طيب اتمنى ان انا صراحه استفدت، انا سمعت الكلام انا قلته وسمعته تاني. يعني اتمنى كل الفكره عجبتكم لانها غريبه قوي. يعني طيب انا دلوقتي خلصنا الفقره التاريخيه، دلوقتي داخلين على ازاي نعمل سوشي. دلوقتي بقى اجا وقت ان احنا نعمل السوشي. الحاجات اللي انا جبتها عشان اعمل السوشي جبتها من موقع هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. طيب ايه الحاجات بقى اللي احنا محتاجينها عشان نعمل السوشي احنا كناس مبتدئين؟ طبعا احنا مش بنستخدم حاجات نية. اول حاجة بنبقى محتاجينها اللي هو النوري او الاعشاب البحرية. بعد كده هو بنبقى محتاجين خل الارز، ممكن تستخدموا الخل العادي مهم جدا. يعني بعد كده هو بنجيب الحاجة بتاعت الحشوة اللي هو الاصابع السلطعون، وبعدين اللي هو السلمون المدخن. طبعا شوفوا ما استخدمناش اي حاجه نيه خالص، بجد خطواته سهله جدا ولو عملتوه مره هتبقوا عايزين تعملوه على طول. طيب الخطوه بقى التانية وهي خطوه الرز. طيب احنا بنعمل الرز ازاي؟ اول حاجه بنجيب رز مصري، هو في رز معين للسوشي بس انا مش عندي فما جبتش، يعني فعملت الرز المصري. لكل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه بيتسلق، ما بتحطش عليه اي اضافات ولا ملح ولا اي حاجه خالص، بيتسلق ربع ساعه على النار بس كده هو خلص. بتسيبوه بقى يبرد وتقعدوا بقى تقلبوا فيه. بعد كده بنحضر المحلول اللي هو بيتحط فيه عباره عن نص كوبايه خل الارز اللي انا جبته، وثلاث معالق سكر، ومعلقه ملح، وتدوبوهم كويس جدا. وبعد كده تحطوهم واحده واحده على الرز وتقعدوا تقلبوا. البتاعة دي مهمة جدا عشان نلف عليها الحشوة. بنقوم حاطين اللي هو الأعشاب البحر، في جنب منها خشن وجنب منها ناعم، جنب الخشن بنحط عليه الرز. حطينا الرز، طبعا بتبل ايدينجي وانتي بتحطي الرز لان هو بيلزق لان هو معجن اصلا. يعني طبعا بتسيبه في اول البتاع فاضي بكده. انا خلصت، هو دي النتيجة. بس قبل ما اقفل هعلمكم ازاي ناكل بالستيك. اول حاجة بنمسكها كده، بعد كده بنحط التانية عليها ونقعد نعمل كده اهوت عشان تبقى عاملة زي الكماشة كده اهوت. طبعا هي في الاول صعبة وبعد كده بيبقى سهل جدا، يعني بتتعودوا يعني عليها يعني. طيب اتمنى ان تكون الحلقة النهاردة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها من المعلومات اللي اتقالت النهارده. واي حد هيجرب السوشي يا ريت يبعت لي على صفحتي على الانستجرام، هبقى مبسوطه جدا. طبعا اللينك بتاعها هيبقى تحت في الديسكريبشن، والمصادر وكل حاجه انا عملتها النهارده. طبعا ما ننساش نعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجه مجنونه انا بعملها النهارده.
بس كده ومع السلامة.